مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء خريفية حارة نسبيا إلى جافة في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان 29 درجة مئوية. من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ سحب على ارتفاعات مختلفة في أغلب مناطق المملكة. هاي الليلة بتكون الأجواء مغبرة مع فرصة لزخات من الأمطار في مناطق عشوائية، وبتوصل درجة الحرارة ل 20 درجة، أما الرياح جنوبية شرقية. غدا حالة من عدم الاستقرار الجوي مع فرصة لزخات من الأمطار في مناطق عشوائية، توصل درجة الحرارة بالنهار ل 25 وبتنخفض بالليل ل 18 درجة. يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاع بدرجات الحرارة واستقرار الأجواء، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 29 وبالليل 20 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل في إربد 20 وغدا 30، عجلون 19 وغدا 26، جرش احتمال تساقط أمطار 20 وغدا 28 درجة. في المفرق 18 وغدا 27، الزرقاء 17 وغدا 28 درجة مئوية. في السلط بتسجل درجات الحرارة 21 وغدا 26، مادبا 16 وغدا 27، مطار ملك عليا 14 احتمال تساقط أمطار وغدا 28 درجة. في البحر الميت بتسجل 23 وغدا 31، الطفيلة 18 وغدا 22، الكرك 15 وغدا 24 درجة مئوية. في معان بتسجل 16 وغدا 28 درجة. في العقبة بتسجل درجات الحرارة 22 وغدا 31، نهاية برويشد بتسجل 15 وغدا 28 درجة. وبالانتقال لملخص الحالة الجوية، أحوال جوية غير مستقرة وانخفاض على درجات الحرارة وسحب رعدية عشوائية. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة لليلى. شكراً مريان.